بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. عن أبي هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وما لم تعرف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عن يزيد بن العطم قال: قيل لأبي هريرة: أكثرت يا أبا هريرة؟ قال: لو حدثتكم بكل ما سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع ولما نازلتموني. رواه أحمد. عن يزيد بن الأسم قال: قيل لأبي هريرة: أكثرت يا أبا هريرة؟ قال: لو حدثتكم بكل ما سمعتم من النبي صلى الله عليه وسلم لرميتموني بالقشع ولما نازلتموني. رواه أحمد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما؟ أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله
توكا انا عبد الله ابن عمر.